يواصل المواطنون المصريون بالخارج التوافد على مقر اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024. وأيضا تواصل سفارات وقنصليات مصر بالخارج فتح أبوابها في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري. هذا وتستمر عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ب 137 مقرا في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة رقم قومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية. كان اليوم الأول والثاني من الانتخابات قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بالخارج منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع. أشادت الجاليات المصرية بحسن سير وسلاسة العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة رقم قومي أو جواز السفر الساري المتضمن رقم قومي. وننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يواصل أبناء الجالية المصرية بأعداد كبيرة التوافد على القنصلية المصرية في دبي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة. وحرصت البعثة الدبلوماسية في دبي على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين منذ ساعات الأولى لبدء عمل لجان التصويت في يومها الثالث للمصريين بالخارج، خاصة مع رصد طوابير من الناخبين. احنا بنجهز الجيل الجديد لانه يكون وطني لبلده وانتمائه دايما ويشارك في كل المناسبات اللي هي تهم الدوله. دي واجب وطني، دي بلدنا. الموضوع سهل وبسيط، بياخد مش اقل من دقيقه دقيقه او دقيقه ونص بالكثير. الموضوع الاجراء كلها بسيطه جدا، واحنا لازم نشارك لان ده دورنا وده حقنا في الدستور ان احنا نشارك، لان صوت في الاول وفي الاخر امانه. ده واجب وطني، واجب قومي لازم يلتزموا بيه ولازم كلنا نروح. بنهدف إلى دعم بلدنا كمصريين في الخارج، بنهدف إلى حث المصريين في الخارج على المشاركة في جميع الانتخابات أو جميع الاستحقاقات الدستورية اللي بتكون مطروحة أمامنا كمصريين. نشارك بلدنا في المناسبة الجميلة ديت، وحقيقة إحنا الحمد لله يعني
من بعد الجمهورية الجديدة بنحاول ان احنا نلتزم بالاستحقاق ده. حتى اولادي الصغيرين يعني انا بحاول كل مره بجيبهم. لازم الكل يشارك، ده حق يعني، وده واجب على الجميع يعني. فان شاء الله باذن الله ما حدش هيأثر، خصوصا الاخوه المغتربين يعني. لازم اقف جنب بلدي لما حاجه زي كده في انتخابات، لازم شيء طبيعي ان اكون